تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا موصول سي عبد القادر على المواكبة ديالي والإعلامية لهذه الندوة المهمة اللي كتشهدها رحاب الكلية المتعددة التخصصات بمدينة العرائش، وهي ندوة وطنية اخترت لها المنظمون موضوع النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة. هذا الموضوع عنده بالغ الأهمية على اعتبار الرهينية اللي كيعرفها الآن البلاد والنقاش المجتمعي اللي كيدور حوله، فاحنا سلطنا الضوء على هذا الموضوع من خلال تناوله من زوايا متعددة. ولذلك لاحظتوا في الحضور ديال الندوة هناك محاور متنوعة استطعوا أنهم يشرحوا من خلالها الموضوع بواحد الاحترافية كبيرة، وخصوصا وأننا هذه الندوة الوطنية الأولى اللي كنظمها المركز حضور فيها قامات علمية متميزة من قبيل عمداء كليات مشهود لهم بالتدبير الجيد، من قبيل الدكتور العمراني أبو خبزة اللي هو عميد كلية الحقوق بمدينة تطوان، وكذلك أبو عياد هو عميد كلية الحقوق بمكناس، واستطاعوا الإخوان خلال هذه المقاربة ديالهم أنهم يقاربوا الموضوع وحاولوا أنهم يعطيونا واحد المؤشرات اللي هي مهمة جدا يمكن الاستثمار ديالها. وبلا شك أن الإخوة على مستوى المركز المغربي للسياسة العمومية غادي يصدروا التوصيات المرتبطة بهذا المركز. الأساسي والأساسي جدا هو أن هو يجب هذا الموضوع يتفتح فيه حوار وطني، جميع المواطنين يشاركوا فيه على اعتبار أن هذا الموضوع هو بالغ الأهمية ويرهن مستقبل البلاد لمدة طويلة جدا، وبالتالي يجب أن نسهم فيه ويجب أن يفتح فيه حوار وطني كبير. كما لا تفوتني الفرصة أنني نشكر جميع المتدخلين وعلى رأسهم الأستاذ أحمد رضا الشامي اللي هو رئيس مؤسسة دستورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحضور اليوم للمدينة ديال العرايش، وكذلك جميع الأساتذة المتدخلين. وكذلك لا تفوتني الفرصة أنني نشكر الشكر الحار للأستاذ عبد الحفيظ إدمينو، هو أستاذ القانون العام بالكلية العلوم القانونية بالرباط، وفاعل مهم، فاعل يعني أكاديمي مهم. نعم، بالنسبة للمقاربة العلمية للندوة يعني كانت هناك جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب البيئي، جانب الإطار القانوني والمقتضيات للمنظمة يعني الجهات والمسار ديال التنزيل ديال الجهوية. لاحظنا هناك غياب المقاربة مثلا على المستوى البعد الثقافي، غياب ملاحظنا يعني، ولهذا كان هناك يعني موضوع هو شاسع وشامل. يعني انتم في المستقبل المركز في المستقبل يعني يواصل العمل ديالو، يعني انتم واش يعني ممكن تشاركوا يعني عندكم رؤيه انكم تزيدوا توسعوا النقاش حول الموضوع على المستوى بالاخص بالنسبه للجانب الاخر، القضيه الخصوصيه بالنسبه للجهه، يعني ملي كنطرحوا مثلا المستوى العام كنجيو المستوى الخاص، يعني خاص اللي كيأثر واللي كي يعني يبغي يطور على المستوى الجهة. فعلا فعلا سؤال مهم، والمركز يسعى الى هذا. كما قلت سي عبد القادر، هو واحد الموضوع اللي يجب فتح فيه حوار وطني، يجب جميع المواطنين انهم يشاركوا في اعطاء الراي ديالهم والتصور ديالهم حول النموذج التنموي الجديد اللي غادي يرهن المغرب. حنا ربطنا هذا النموذج التنموي الجديد بالجهويه، ونعلم جيدا ان لكل جهه لها خصوصيه ولها نسمه سكانيه معينه، ولديها كذلك توجهها الدينامي مثلا كقطب اقتصادي، كقطب سياحي الى اخره، وبالتالي هناك خصوصيه لكل جهه. ولهذا استحضرنا يعني السياق الذي يعد فيه النموذج التنموي على مستوى التحولات التي يعرفها العالم، السياقات العالميه والسياقات الوطنيه، وحنا كنعرفوا بان الهويه المغربيه يعني في اطار هذه التحولات كتعيش يعني واحد لا بغينا نقولوا مجموعه الاسئله في ارتباطات ديالها مع العالم، يحتاج الى البعد الثقافي، فهو